في هذا الفيديو المكون من لقطات جمعتهما معا، شارك الرئيس الأمريكي جو بايدن الاحتفال بعيد ميلاد زوجته مرفقا إياه بعبارة تقول: فخور جدا بكوني زوجة جيل بايدن. هذا المنشور عبر حساب بايدن في إكس ترافق مع منشور آخر لصورتهما يرقصان مرفقا برسالة من الرئيس لزوجته: عيد ميلاد سعيد لحب حياتي وحياة حبي وصخرة عائلتنا، أحبك جيلي. السيدة الأولى التي أتمت عامها 73 أنجبت من الرئيس بايدن ابنتهما الوحيدة آشلي، فيما راعت ابنيه هانتر وبو اللذين توفيت والدتهما وشقيقتهما بحادث سير قبل زواجهما. بو الابن الأكبر لبايدن توفي عام 2015 بمرض السرطان، وكان قد شغل منصب رئيس الجهاز القضائي في ولاية ديلاوير لثمان سنوات، وهي ذات الولاية التي تشهد الآن محاكمة شقيقه هانتر في محكمة رافقته فيها زوجة أبيه جيل بايدن بنفس يوم ميلادها في 3 يونيو. هانتر يواجه 3 تهم جنائية تخص حيازة السلاح والكذب بما يخص تعاطي المخدرات، يخضع لمحاكمة رفض والده التعليق عليها كرئيس قائلا: أنا وجيل نحب ابننا ونحن فخورون جدا بالرجل الذي هو عليه اليوم.